شغل من دا أم من مهارة كتا وآخرايا نينوس ميراري تنحكير اللي سهد أطليقا هاها سيادة المطران جول بيزدرمو الأباء كان الأفاضل أيها الحضور الكريم لي الغلبة العظمى ولي الشرف الأسمى أن ألتقيكم وجها لوجه للتحدث إليكم وباللغة العربية عن شخصية تاريخية فذة ما كان من صاحبها إلا أن أذهل العالم بمقدراته وتفوقاته في الصعيدين العسكري والسياسي. قبل هذا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مركز أشتار الثقافي لدعوتي للمثول أمامكم والتحدث عن هذه الشخصية. الأسباب الرئيسية التي دعتني لكتابة هذا التاريخ، يقول البروفيسور كولينغوود إن الماضي الذي يؤرق أحداثه كتاب التاريخ ليس ما مات وانقرض، ولعل الحاضر هو من رحم ذلك الماضي الذي تواصلت به الحياة بتعاقب الأجيال لترسم لنا صورة ناطقة بالحقائق التي لا تموت. ونستنبط من هذا القول بأن تاريخنا سيبقى حيا ليومنا هذا وللمستقبل، وربما أحداث تاريخية كثيرة قد تعود للإسلام. لقد كانت هذه هي الدوافع التي دعتني لكتابة تاريخ آرا بطرس الذي كنا نسمع عنه من الآباء أو نقرأ عنه القليل في بعض الكتب التاريخية. وقبل أن أبدأ بالكتاب عن هذا الإنسان، خيم على فكر صمت ثقيل ولازمتني حالة من التفكير العميق، أسائل نفسي ترى ماذا في وسع مثلي أن يكتب عن رجل بارد القدرة والإيمان وتحقق على يده من مآثر استعصى تحقيقها على عز رجال والنعم. أجل إن ذلك القصير بقامته كان أياما يبهر العيون أثناء صوراته في ميادين القتال، كان لامعا بجولاته يثير حول الحيرة والتساؤل والعجب. ترى من أين أتى بهذه القدرة القتالية وهو ليس مما خرجته الأكاديميات العسكرية؟ ذاع صيته في ساحات القتال وتألق اسمه بين أرباب المقومات ونال شهرة بوضع الخطط العسكرية. لم ينل الكثير من قادة الحرب آنذاك، وتحققت بقيادته لقوة صغيرة انتصارات مذهلة على الجيوش التركية والإيرانية النظامية منها وغير النظامية من الأكراد. إن كتابة سيرة آرا بطرس هي بعينها تدوين سيرة شخص في أمة، وفي جانب آخر هي تدوين تاريخ أمة في رجل ظهر في فترة تاريخية، وأمتنا أحوج ما تكون إلى موقد حكيم شجاع له القدرة على توحيد كل العشائر والأصباط والأشورية للقتال تحت راية واحدة. ورغم تمييز ذلك الزمان بإشاعة القتل والسلب والمعاناة بيد أن الإنسان الأشوري كان يعتز بنفسه لسببين: أولهما كونه يعيش حراً وسلاحه على متنه يدافع به عن نفسه وكرامته. ثانياً كان يعيش زماناً فيه رجل عظيم اسمه آرا بطرس. كانت هذه مقدمة عن حديثنا هذا، وسوف أبدأ بقراءة سيرة آرا بطرس بصورة موجزة، وفي الحقيقة ليست موجزة وإنما أطلب عليها موجز الموجز لأنها موجزة أكثر من اللازم، لتتكون لكم فكرة عنه، ثم ننتقل إليكم به إلى ما يهمنا في هذا الصدد، وهو الخطوة التوحيدية لآرا بطرس ونضاله السياسي من أجل تأسيس دولة أتوبية. ولد
بدأ بطرس بالأمر من نيسان 1808 ميلادية في قرية داس في طرات والأبرق من أعمال ولاية حكاري التركية. نشأ في بيت فقير، ومنذ الصغر كان يساعد أباه في العمل في ولاية الموصل في الشتاء، وفي الصيف كان يعود إلى قريته لرعي الأغنام. ومنذ الصغر تجلت فيه علامات التحدي والمثابرة والمغامرة، وكان يتشوق للاستماع إلى وقائع المعارك بين الآثوريين وأعدائهم، وكان يتلهف أن يكون محاربا ذا شأن عظيم. وبعد وفاة والده آلت إليه زمام العائلة كابن به، فكان يعمل ويقرأ في آن واحد في أحد المدارس في قريته. وبعد إتمامه الدراسة رحل إلى أمه إيران لإكمال دراسته، والتحق بأحد المدارس التبشيرية حتى تخرج بعد أن أكمل أطروحته بعنوان هذا الإنسان التركي. وبعد ذلك استطاع أن يحصل على وظيفة ككاتب في القنصلية التركية في أرمي التي كان يديرها داود الرسام. في سنة 1903 جاء أبطرس إلى أمريكا حاملا معه بعض من السجادات الإيرانية الشهيرة، وحل في مدينة نيويورك، واستطاع أن يبيع هذه السجادات للمليونير الأمريكي روكفيلر. مكث آغا بطرس في أمريكا 3 سنوات، وكان عضواً فعالاً في أحد المنظمات التي تضم جنسيات متعددة. في سنة 1906 عاد آغا بطرس إلى أرمي، وعقد قرانه على زريفة خانم بنت داود الرسام. وبعد موت الأخير عين آغا بطرس قنصلاً للأتراك في أرمي. وبعد تقلده هذا المنصب أصبح شخصية مرموقة، وكان يمد يد العون لكل سائل إن كان مسيحياً أم مسلماً. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى وقف آغا بطرس مدافعاً عن بني جدته، مما أدى إلى فقدانه لوظيفته الدبلوماسية، والتحق بالقنصلية الروسية في أرمي وأصبح فعالاً فيها، وكان مولعاً بالسفر إلى روسيا من أجل لقاء الشخصيات الروسية للعمل معاً لمنفعة الآشوريين. وكان حلقة وصل بين الروس ومر بنيامين الشمعون، وعليه قلد نياشين شتى. في سنة 1916 كان لآغا بطرس جيشاً قوامه 1000 مقاتل مسلح، وكانت له وظيفة استكشافية وحرب العصابات يشنوها على الأتراك. بعد نزوح الآثوريون الجبال إلى أرمي، عين آغا بطرس القائد الأعلى للقوات الآثورية الكندانية الغير النظامية. وبعد انسحاب الروس من أرمي إثر الثورة البلشفية 1917، أصبح الآشوريين محاطين بالأعداء، فما كان من آغا بطرس وقواته إلا دحر القوات النظامية التركية والغير النظامية من الأتراك في 14 معركة ضارية. ولما يأس الأتراك من إحراز المنصب أرادوا استمالته بطرق إغرائية، لكنه رفض كل هذا إيمانا منه بأمته ومبادئه السامية. كتبت عنه الصحف الغربية ولقبته بألقاب عديدة كمعاقب الباشوات لبنشر أو باشاس، نبوخذنصر الآشوري الجديد، دليل نبوخذنصر الأسيري، ونابليون الصغير بتيت نابليون، السنحاري المعاصر دمودر السنحاري. وبعد نزوح الآشوريين إلى معقوبة أقام آغا بطرس نصبا تذكاريا لشهداء الآشوريين الذين سقطوا في سوح الوضع. النقاش السياسي الحاد بين آغا بطرس والإنجليز حول مستقبل أمتنا أدى إلى نفيه إلى فرنسا في شهر آب 1921. في فرنسا لم يهدأ له بال ولم يكف عن النضال، وكان على اتصال دائم مع المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين عموما من أجل قضية الآثورية الكردانية، وشارك في مؤتمرات عديدة مثل لوزان، جنيف، سان ريمو، مدريد وغيرها. وفي 2 شهر شباط سنة 1932
كانت فاطمة أبا بكر حيث مات مسموما من قبل الذين أدركوا أن بقايا أبا بكر حيا يحبط مخططاتهم الدائمة. كان هذا الموجز كما قلت، ولكن الآن إلى شخصية أبا بكر كقائد عسكري. كتب القائد الإنجليزي ستافورد عن أبا بكر يقول: إن أبا بكر شخصية فذة متمكنة، لم يكن من الملوك، ملوك ما يعني الملك من أبناء الأعشاب الأبرة، كان تقطن في حكاري، كان لكل عشيرة ملك، إلا أنه جندي مغفر تأهل لقيادة الجحافل الآشورية المقاتلة، ويقف اليوم على أرض صلبة بين أبناء قومه من الشباب الذين يحيون في دنيا جديدة ويفكرون بعقلية أكثر تفتحا، وهو اليوم مقاتل آشوري باسل نشأ في أرض قصبة. إن شخصية أبا بكر العسكرية كانت مثيرة للدهشة والإعجاب، وكما ذكرنا لم يكن متخرجا من الأكاديميات العسكرية، ولم يكن يوما ما مشاركا في خدمة عسكرية، ولكنه من خلال تجاربه استطاع ودائره واستراتيجيته وتكتيكاته استطاع أن يكون قائدا ناجحا في سوح الواقع. ولكن أبا بكر كشخصية إنسانية وقائد عسكري كان له أخلاق مميزة أثناء الحرب، مما لا نجده اليوم في أكثر القوات في الوقت الحاضر. فمثلا عندما أسس جيشه النظامي الخاص، وضع شروطا مسبقة على كل فرد ما هي الشروط التي تتوفر في شخصية ماكن كي يكون أضمن في جيش أبا بكر. النقطة الأولى هو الإيمان بالله خالق السماوات والأرض. ثانيا أن يكون المتقدم صحيح البنية وأن تتوفر فيه المسار والأقدام. على المقاتل أن لا يختفي أثناء القتال، لأن في ذلك لا ينفر العدو. إن الذي يحيا بعد الأحداث على هذا الالتزام سوف ينال الثناء، ومن يستشهد ينال الخلود الأبدي. انظر ذلك في ميادين القتال، وانقذ رفيقك وهو بدوره يعاملك بمثل ساعة الشدة. لا تضطهد أو تقتل العزل والآمنين من الناس. لا تقتل النساء والأطفال. لا تقتل الأسرى، بل حافظ عليهم وسلمهم أحياء إلى القيادة وتكافح على ذلك. لا تسلب، لأن السلب يلوث سمعتك وسمعة أمتك وقومك، وبالتالي يعرضك أنت ورفيقك للقتل. إياك أن تسلم نفسك أسيرا بيد العدو، لأنه حتما سيقتلك. تبين فيما تقدم في الفقرة السابعة والثانية والتاسعة والثانية عشر والثالثة عشر إن ما خطه أبا بكر يعبر عن أخلاقيته العالية، وما رسمه في تنظيم جيشه وإرادته وإدارته ربما لم يكن منه حتى في الكثير من الجيوش في هذا الوقت. في هذا الصدد اليوم هو الخطوة التوحيدية لأبا بكر كما نادى بها نعوم فايق أو يوسف مالك. ولكن الشيء الذي يؤلمني هو كيف أن هذه الشخصيات الثلاث عاصرت أحداثاً أخرى، ولكن لم يكن هناك صلة أو عاصرة تجمعهم، وربما يكون ذلك ولكن ليس في حوزتي، وربما في حوزة التالي. ولكن إلى الآن الوقت الحاضر لم أجد أي عاصرة تجمع بين هذه الشخصيات الثلاثة التي نحن نتحدث عنها. الخطوة التوحيدية لأبا بكر لدى وصول أبا بكر إلى وادي الرافدين استقبل استقبالا يليق بالملوك من قبل أبناء قومه من الآشوريين أيضا، وقد وضع نصب عليه توحيد الآثوريين والكلدان واليزيدية والسجان، ولهذا الهدف راح يطوف قرى الموصل مع مجموعة من مرافقه، واستقبله أهالي الكيف والغوش والعطر بالأهازيج والأفراح وأكرم من دواره. وهنا زيارة للدير الرباني هرمز في الغوش، عندما زارها وتسمع قواته استقبل استقبال حارا
وكان ذاك المرحوم الفاضل فضل الشيخ أحد الحضور في ذلك الزمان عندما كان شمسا في ذلك الديار. ومنها توجه إلى تلكيه وإلى بعضرة وهي قرية الشيخ اليزيدي سعدة واستقبل طبعا استقبال محارم واتفقوا على أن الدولة الأشورية والأخورية الكردانية كما سماها بطرس كان تشمل جميع القوائم يعني وكذلك الأطفال الأصدقاء واليزيديين. إلا أن بعد الانتصارات المذهلة التي حققها بطرس في النهرين وحاول توحيد الصفوف الأشورية تحت اسم واحد وأراد تأسيس دولة أشورية تمتد من أرض إلى الإسكندرون أحبطت آماله فما كان من الإنجليز إلا أن وضعوا العراقيل في طريقه ولذلك أدار رجله إلى الفرنسيين علمهم يفعلون شيئا إزاء القضية الأشورية فطلب من الجنرال مارون الذي كان حاكما عسكريا في سوريا أن يرسل الجيش الفرنسي الثامن إلى سافو ومن نينوى كثير قوات على بطرس والالتقاء بالجيش الثامن الفرنسي ويؤسس دولة أشورية تحت الوصاية الفرنسية. إلا أن الإنجليز عرفوا بهذه الخطة وأرسلوا جيشا أوقف زحف الجيش الفرنسي وعند ذلك ودين على بطرس بتعامله مع الفرنسيين. وبعد هذا نفي على بطرس إلى فرنسا وهناك مقولة لبيرسي كوكس الحاكم في العراق يقول إن طرد آبا بطرس إلى فرنسا أسهل علينا محققاتنا في النهرين. والآن سوف ننتقل إلى الحياة في المنفى. عندما نفي آبا بطرس إلى فرنسا لم يكف عن النشاط السياسي أي انتقلت حياته من الكفاح العسكري إلى النضال السياسي فكان يلتقي شخصيات كثيرة ودبلوماسيين وسفراء من دول مختلفة وهناك كان يسمع ما يجول في وما يحدث في النهرين التنفيقات التي نصبوها ضده فمثلا هنا يقول في رسالته الطويلة التي أقرأ مقتطفات منها يقول ثمانية إخوة من معارف يدعون بأنهم استلموا رسالة من لندن تقول بأن آبا بطرس كان يحاول أن يجر بني قومه للانتماء إلى كنيسة روما الكاثوليكية وقد منح رسالة من الفاقة تقديرا لهذا المسعى وهذا كان سبب فقدان القوات الإنجليزية ثقتهم بالأشوريين حسب ما جاء في الرسالة. رد على تخلصات الوالدة على الرسالة الإنجليزية اسمحوا لي أن أفند كل ما جاء بها في النقاط التالية. أولا بخصوص جهود وعداء عهودي في نقل أبناء أمتي إلى الكنيسة الباورية حقا إنه اضطرار منتقل ومن صنع الإنجليز حيث وجدوا في ذلك ضربا على الوتر الحساس. إني أقسم بكل المقدسات بأن ليس هناك أي تعهد بهذا الخصوص لا شفهيا ولا تحريريا. ثانيا أما بخصوص الوسام المزعوم من البابا أقول اللعنة على كل من يقبل هذا الوسام من أجل خدع رعيته وأن كل ما في الأمر في سنة 94 سافر المرحوم مارتوم عود على الخوشي إلى روما ولدى عودته جلب معه ثلاث صندان هدايا قدم واحدة منها إلى رمزي بيك سفير تركيا في تبريد والآخر إلى اسكندر أفندي وأصغره وقدمه لي ولا أظن أن في ذلك أي معنى. وفي 18 من تشرين الثاني سافرت إلى روما ومنحت هناك وسام صليب مارد وربيز ونفسه منح لمن كان معي من أبنائه وأبنائه الأخوات وإذا
اعتبرتم التقرب من روما نوعا من المهانه، اني اقول لكم ان في هذا الامر خطا جسيما يعود بالضرر على الامه. كان ابا بطرس كما قلنا يحاول توحيد الصفوف الاثريه والكذابه وغيرها، وعندما قبل سنتين او ثلاثه عندما سمعنا بالاتحاد الكنسي بين الكلدان والاثريين ضحكت كثيرا وبكيت كثيرا، ضحكت كثيرا لانني فرحت بهذا الاتحاد والبحث، وبكيت كثيرا لان هذه الوحده كانت يجب ان تحصل قبل 70 واكثر سنه عندما حاول ابا بطرس الاتيان بها الى الوجود. والان انتقل بكم الى، وطبعا هذه مخططات لان التحدث عن هذه الشخصيه نحتاج الى ساعات كثيره، وانما انا اخترت لكم بعض البعثه الاشوريه الفرديه في مؤتمر لوزان. عندما سافر ابا بطرس الى لوزان قدم تقريرا عن وضع الاشوريين في العراق وكيف اقامه دوله اشوريه. ان الاقليم للحكم الذاتي المزمع اقامته سيقدم قوات كبيره لدوله العراق، حيث يمكن يوفر الحمايه لها من الجهه الشماليه ويقف في مصد الاكراد ويكون كسد المانع بين الاكراد واكراد الشمال، وبنفس الوقت سيقسم اكراد الشمال عن الجنوب في منطقه الاندلس. ارجو من عظمه بريطانيا ان تكون ارض مرغوبه منحها للاشوريين في شمال العراق في منطقه الموصل فوق خط 36 وحدودها الشرقيه تمتد مع مجرى نهر الزاب حتى التقائه بدجله عند دخوله طريق هوندوز، ومن هناك الى حدود الايرانيه وصعودا معها الى منطقه وان في تركيا، وفي خط حدود على تخوم التركيه يجري الامتداد الى قطب 42، وتلك هي الحدود الغربيه لهذا الاقليم. ان القسم الاكبر من الاراضي المحصوره بين الزاب ودجله هي للاشوريين بما فيه من يسمى بالكلدان كما كان لابائهم من قبلهم، وقسم آخر يكون لزيديون والأكراد لكن الأشوريين أكثر عددا منهم. المذهب، إن الإقليم لا يحدد مذهبه بالانتماء إلى أي كنيسة، ستكون هناك حرية العبادة وحرية الرأي وممارسة الشعائر، وسوف يسمح البعثات التبشيرية بدخولها الإقليم بإذن من اللجنة العليا. اللغة، إن اللغة الرسمية للإقليم تكون الأشورية التي تعتبر تاريخيا لغه الام للمنطقه وحتى بالنسبه للاكراد والايزيديين. ونظرا لافتقار القوميتين الاخيرتين الى الامجديه سيعمم تدريس اللغه الاشوريه في جميع مدارس الاقليم، وتحترم اللغه الكرديه كلغه ثانويه على خصوصيتها. اما الاسناد المصطلح للملك فيصل يقدم الاقليم ذات الحكم الذاتي الاسناد العسكري المرغوب لسمو الملك فيصل للتصدي للاعداء في الخارج والداخل، شريطه ان لا يكون هذا الاسناد متعارضا مع المصالح البريطانيه. اما الاسباب الرئيسيه لتاكيد مظالم الاندلين الكذاب في الحكم الذاتي في العراق هي ان عدد الاشوريين والكذاب في العراق يقارب المليونين نسمه، وهم أمة واحدة ذات لغة وثقافة وحضارة واحدة وتاريخ مشترك، وإذا تركوا بين أعدائهم سيتعرضون للضياع لا محالة. إنها منفعة كبيرة للحلفاء لوجود كيان مسيحي يكون عاملا في السلام والأمن على الحدود المتاحة من تركيا. في مؤتمر لوزان قام كل من باس بن كتير الروسي وبول كوجور الفرنسي وبعض الأوروبيين والأمريكان بتأكيد حق الأشوريين في وطن حر. وفي ختام مؤتمر لوزان يمم آغا بطرس إلى لندن، حيث كانت السلطات البريطانية تمارس ضغطها على المسؤولين في العراق لرفض المسألة الأشورية بدون اعتبار، واتصل هناك بالكثير من الشخصيات السياسية بيد أنه أرفق في إقناع مكتب المستعمرات الإنجليزي لتنفيذ وعد الإمبراطورية البريطانية في تلبية مطلب الأشوريين حلفاء الأمس الذين علقوا الآمال على التحالف مع الدول المسيحية في الحرب. اضطر الجنرال أبا بطرس إلى توجيه مكتبته مذكرته إلى الجهات العليا للحلفاء كمحاولة أخيرة منه. وهذه إحدى
المذكرات التي الاخيره التي ارسلها أرطغرس الى بريطانيا الاربع، ولكنه اخفق في ذلك كذلك. اما لماذا نفي أرطغرس الى فرنسا؟ هو كما ذكرنا لاتصاله مع المسؤولين الفرنسيين، وهناك كان هناك تنسيق بين أرطغرس والبطريق، بين أنطوان سامحيري الذي كان مثل البطريق السرياني في أوروبا. عدد المندوب هذا ذكرناه، هناك عبارة هجاء قاسية أخرى بحق أرطغرس دبجها الكاتب الإنجليزي ستيفن جريك في كتابه الأعراب الجديد في صفحة 227 والمترجم إلى العربية يقول فيها: بعد موت ماركوس شمعون ورسم ماريشيل شمعون ابن الحادي عشر على كرسي البطريركي، آل زمام الأمور إلى أحد المغامرين من أرطغرس وهو من القتلة المعروفين. وفي صفحة 228 من نفس الكتاب يقول: إن الشيطان الأشوري أرطغرس استطاع الهروب إلى فرنسا. وفي عشية ترك أرطغرس العراق اجتمع رؤساء قومه وعدد كبير من الأشوريين لتوديعه، وبهذه المناسبة تحدث فيهم قائلا: أنا عالم بأنه سيأتي يوم حتى هذا الخطام الباقي من الأمة سيقدم فدية بيد بعض من منفعة الإنجليز ومصالحهم، وأمري بالله سبحانه وتعالى ألا يجعلني أن أرى ذلك اليوم محسن بأمنا عليه. طبعا مات أرطغرس مسموما في فرنسا، وهناك قول غالب عندنا غادر العراق بعد نفيه، والذي أثار مشاعري عندما قال عندما كان يكفر في بني قومه وقال قولا مأثورا: لست أبكي على وطن فقدته ولا على أمة سأفارقها ولا على حرب خسرتها، وإنما أنا باكٍ على مصير أجيالنا القادمة. فهذه هو ما كان يتنبأ به، هو مصيرنا في هذه الأيام، كيف تشتتت هذه الأمة في أرجاء المعبر. شكرا على استماعكم، ولو أن الوقت كان قصيرا بالنسبة إلى حياة وسيرة هذا الشخص، وأتمنى أن تقرأوا التاريخ عمليًا عن سيرة هذا الشخص في كتاب أرطغرس السمحة عليه الأفضل 20 مرة.